أهلا بكم. الفرصة ليست مجرد محطة في مسيرة التعليم فقط، بل هي رحلة ملهمة يستخلص منها الشباب تجاربهم وتزرع في أرواحهم بذور الإبداع والتميز. إنها رحلة تغنيهم بالمعرفة وترسخ فيهم قيم الريادة والإلهام. مرحبا بكم في فرصة إلى العناوين. الحكومة الكندية تعلن عن المنح الشاملة. الذكاء الاصطناعي رافد للتعليم أم وسيلة للتدمير؟ النهاري رحلة ابتكار وتفوق. أهلا بكم. فرصة اليوم نتحدث فيها عن فتح باب التقديم على منح الحكومة الكندية الشاملة للعام 2023-2024. المنحة ممولة بالكامل من الحكومة الكندية، ولا يزال باب التقديم عليها مفتوحا إلى اليوم، وسيستمر إلى بداية شهر نوفمبر. في المادة التالية سنعرض تفاصيل المنحة ومميزاتها والتخصصات المتاحة فيها، وسنشير أيضا إلى طريقة التقديم ونضع الرابط في وصف الحلقة، فلنتابع. يتجسد دور الذكاء الاصطناعي في التعليم في أمرين: الأول في جعل الناس أكثر موائمة مع التطور المتسارع، أما الثاني فيرتكز على توفيره لإمكانيات كبيرة لتحسين التعليم والتدريب بشكل دائم ومستمر. تلك الإيجابيات لا تخلو من سلبيات يحذر منها القائمون على العملية التعليمية التقليدية، وبين إيجابياته وسلبياته تظل الأسئلة مطروحة، فنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. العالم سيكون قرية صغيرة. كان هذا الإرهاص العلمي للفيلسوف الكندي مارشيل ماكلوهان صاحب النظريات في وسائل الاتصال الحديثة، وهي الإشارة الأولى إلى حجم التأثير الذي سيحدثه التقدم التكنولوجي والذي تجاوز تلك النظرية لتتحول تلك القرية المفترضة إلى غرفة صغيرة يمكنك من خلالها العبور إلى عوالم مختلفة في تسارع مبهر ومخيف. تشات جي بي تي، البرنامج الذي صمم لفهم اللغة البشرية والاستجابة لها بطريقة طبيعية وشبيهة بالإنسان، هي إحدى النماذج التي تشكل تجربة رائدة بعالم الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، حيث يمكن استخدام البرنامج للقيام بمهام مختلفة، منها الإجابة على الأسئلة وترجمة اللغات وحتى كتابة نص إبداعي.
لذلك يرى معارضون لهذا التدخل بأن الخطورة تكمن في تغييب النزاهة الأكاديمية وإقصاء مهارات الحفظ والفهم والاستنتاج لدى الطلبة، وهو ما دفع معهد الدراسات السياسية في باريس إلى حظر استخدام تشات جي بي تي عن طريق برامج أخرى تكشف النصوص المكتوبة آلياً. فيما يرى خبراء مؤيدون لتدخل الذكاء الاصطناعي أن هذه الأدوات تختصر الكثير من الوقت والجهد في عمليات البحث، بالإضافة إلى عدم إمكانية إبعاد الجيل الحالي عن الثورة التقنية، مع التأكيد بأنه لابد من تشريع سياسات واضحة تنظم وتوظف الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الطلبة والمعلمين في آن واحد. وبين مؤيد ومعارض يظل السؤال الأبرز: هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم أم أنه سيكون رافدا له؟ حازت رحلته المهنية على إنجازات أكاديمية متميزة تجاوز خلالها التحديات وتربع على قمم الإنجازات في عالم الهندسة والتكنولوجيا. توجت رحلته بحصوله على براءة اختراع لجهاز ذكي يكشف تسرب الغاز والحرائق. في المادة القادمة نتعرف سويا على المهندس المبتكر بسام النهاري، فنتابع. للحديث عن الذكاء الاصطناعي وأثره على المجال التعليمي انضم معنا عبر سكايب باحث الدكتوراه والحائز على براءة الاختراع بسام النهاري. أهلا وسهلا بك معنا دكتور في برنامج فرصة. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك معنا. شكرا على الاستضافة، طبعا شرف كبير نكون على منصة. سعيدين أيضا بوجودك معنا دكتور بسام. يعني أنت كباحث في مجال الدكتوراه في مجال الميكاترونكس تحديدا قمت بإجراء العديد من الأبحاث، وآخرها يعني براءة الاختراع التي تمكنت من خلالها باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه البراءة. كيف كانت تجربتك في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهل تعتقد أنه وسيلة بالفعل لدعم العملية التعليمية أم تدميرها؟ بالنسبة للذكاء الاصطناعي، في البداية يجب التعريف ما هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج حاسوبي يتم التخاطب معه ليجيب معلومات سألته إياه، وكأنه إنسان أمامك. يعني تتصوري القضية أنه مثل اللي قدامك، شخص تسأليه يجيبك على أي شيء. مع الثورة الحالية الآن خصوصا شات جي بي تي أصبح مرتبط بالعديد من المجالات، سواء الرياضيات، الهندسة، البرمجة، حتى يقدر أنه يمشي معك إلى مجال الشعر والنثر وإلى آخره، لأنه مرتبط بقواعد بيانات عربية وأجنبية وكل اللغات. صحيح، يعني هي عبارة عن برمجيات، يعني حتى جيفري هولتون البالغ من العمر 76 عام، يعني وهو يعتبر الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، دعم مسألة الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل ما يقارب 10 سنوات، واستقال مؤخرا، كانت سبب استقالته تقريبا في أن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي في أنه يدمر الحياة البشرية. يعني دكتور بسام، ما مدى واقعية الذكاء الاصطناعي في أن يعني يسيطر على الحياة البشرية بشكل عام؟ هل نحن
أمام مخاوف حقيقية بالفعل؟ في الواقع الذكاء الصناعي من تجربتي الشخصية هو مثل استخدام الآلة الحاسبة، هو شر لا بد منه في مجال التكنولوجيا الحالي، وإنما يحتاج إلى بعض التقنين لكي يصبح آمن للاستخدام. هذا التقنين يعتمد على المجالات، مثلا في المجال التعليمي يستحسن أن يتم العمل به كأداة المساعدة على التحليل مثلا في مجالات البرمجيات والهندسة. ماذا عن يعني المجال التعليمي تحديدا والذكاء الاصطناعي فيه كباحث دكتوراه أو ماجستير في العملية التعليمية؟ تحديدا مسألة الذكاء الاصطناعي معقدة، يعني العديد من الأبحاث يقاس مسألة الذكاء الاصطناعي بمسألة الاقتباس، يعني كم نسبة الاقتباس التي تم استخدامها في هذا البحث. الآن نحن أمام مشكلة خطيرة جدا بالفعل، وهي مسألة الذكاء الاصطناعي. تقاس الأبحاث ومدى قبول الأبحاث بمسألة الذكاء الاصطناعي، فكيف يتم التفريق بين الذكاء الاصطناعي ومسألة الاقتباس والبرامج التي تتيح لطالب الدكتوراه والماجستير بأن تؤخذ يعني نسبة الاقتباس أو الانتحال منها؟ في الحقيقة هذه مشكلة متداولة في العديد من الجامعات على مستوى العالمي وحتى على مستوى المملكة المغربية. نلاحظ أنه هناك تسمى آلات الاكتشاف الذكاء الاصطناعي، أصبحت تمر المقالات العلمية للعديد من الاختبارات. الاختبار الأول هو نسبة الاقتباس، والاختبار الثاني هو هل هذا المقال استعمل الذكاء الاصطناعي لكتابته أم لا. وجهة نظري هي أنه بالنسبة للاقتباسات هنالك نسبة معينة، مثلا بعض الصحف العلمية تطلب نسبة اقتباس أقل من 15%، وموجود التي تأخذ نسبة اقتباس أقل من 30%. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي حاليا هنالك العديد من الجامعات تمنع استخدامه، خصوصا في مجال صياغة المقالات العلمية، وذلك لأنه سوف يقوم بإلغاء المجهود البشري أو النظرة اللمسة العلمية لكاتب المقال، وسيلقي عليها طابع إذا صح التعبير طابع مثل الروبوت، أنه طيب. آلة وليس. طيب دكتور بسام، يعني غالبا ما نستخدم مسألة الاقتباس يعني واردة في الأبحاث العلمية بشكل عام، يعني الجزء النظري قائم على الاقتباس سواء كان إعادة صياغته بطريقة ما، لكن الآن نحن أمام مشكلة معقدة بالفعل، يعني كيف يتم التفريق بين الذكاء الاصطناعي ومسألة الاقتباس في المسألة البحثية كطالب ماجستير أو دكتورة؟ كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة وإقناع الجامعات أنني لم أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل يعني أصح؟ هي في الحقيقة ليس الطالب من عليه أن يثبت ذلك، وإنما الجامعة بحد ذاتها عن طريق استخدام برامج محددة تقوم بالكشف عن الذكاء الاصطناعي وعن نسبة الاقتباس، لأن من الصعب أن الطالب يثبت ذلك، والجامعة من مصداقيتها أن تستعمل برامج موثوقة ومعروفة عالميا للكشف عن هذه الاقتباسات وعن استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التكنولوجيا هنالك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم والعديد من المنصات، وبالنسبة لاكتشافها يصعب جدا استخدام برنامج واحد، هنالك برامج مدفوعة يتم شرائها تشتريها المؤسسات لاستعمالها في الكشف عن الذكاء الاصطناعي. نعم أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا الدكتور تفضل. بالنسبة لي هذا هو الحل الموجود حالياً والمنطقي، يتم وضع قوانين وبرامج التي تقوم بالحد من انتشار استعمال الذكاء الاصطناعي في الإطار المعقول. نعم وصلت فكرتك، أشكرك جزيل الشكر باحث الدكتوراه والحائز على براءة الاختراع الدكتور بسام النهاري، كنت معنا عبر سكايب.
تمر تجربة الطلاب بالعديد من المراحل، كل منها يمثل مرحلة من مراحل بناء الشخصية والإعداد لمواجهة تحديات الحياة. هنا سنتوقف للتعرف على أحد التخصصات الطبية والتجارب الملهمة، وهي مساحة تلهم الشباب ليكونوا قادة لأنفسهم. سكينة ردمان طبيبة أسنان تحدثنا عن تجربتها في هذا التخصص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سكينة ردمان طبيبة أسنان. اليوم إن شاء الله حعرفكم على تخصص طب الأسنان. طبعا التخصص عبارة عن 5 إلى 6 سنوات دراسة، بيختلف حسب الجامعة، حسب الدولة اللي بتدرسوا فيها التخصص. بالنسبة للمواد، أول سنة بتكون مواد متطلبة عامة، كيمياء، أحياء، فيزياء وغيرها من المواد. بتحتاج غالبا إلى قوة فهم عالية والقليل من الحفظ. السنة الثانية بيبدأ عندكم تخصصات الطب البشري، مثل علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، علم الأنسجة، وهذه المواد بطبيعة الحال بتحتاج فهم، لكن بتحتاج أكثر قوة حفظ عالية، بتعتمد على الحفظ بشكل كبير. من السنة الثالثة في معظم الجامعات بيبدأ التطبيق العملي لطب الأسنان، وبتبدأ مواد طب الأسنان تزيد بشكل أكثر. بتبدأوا بالتطبيق في مختبرات على صنم، فانتوم هيد نسميه. ثم السنة الرابعة والخامسة بيكون عملي أكثر، وبيبدأ التطبيق على المرضى. التخصص صراحة فيه كمية توتر عالية، توتر نفسي، توتر مادي، لأنه الطالب بيحتاج أنه يشتري كثير من الأدوات. في بعض الجامعات أيضا يحتاج أنه يدفع للفني عشان يعمل الشغل ويكمل المتطلبات المطلوبة منه. لكن إذا كان الطالب عنده رغبة بهذا التخصص، حيتحمل هذا الضغط كامل وحيستمتع فيه إن شاء الله. التخصص يحتاج مهارة في اليد نوعا ما، في الرسم، في النحت نوعا ما، لكنها مهارة أنا أعتبرها مكتسبة مع الممارسة ومع حسن التعلم، بيكتسبها الإنسان إن شاء الله. وبس، إذا أي حد عنده أي أسئلة عن التخصص بشكل خاص ممكن يتواصل معنا. مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى أخبارنا المنوعة، ونبدأها من أرخبيل سقطرى، حيث ذكرت اليونسكو في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي أن 44 طالبا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما من 4 مدارس قاموا بجمع عينات الحمض النووي البيئي EDNA في موقع التراث العالمي لأرخبيل سقطرى. وتأتي هذه المبادرة كجزء من البعثات العالمية التي تقوم بها اليونسكو حاليا بتجريبها على أو عبر 25 موقعا للتراث العالمي البحري لفهم التنوع البيولوجي للمحيطات بشكل أفضل وأثار تغير المناخ. وأوضحت أن الحمض النووي البيئي هو طريقة عملية أو علمية مبتكرة يمكن استخدامها لرصد وتقييم التنوع البيولوجي للمحيطات دون الحاجة لاستخراج الكائنات الحية من بيئتها. وبحسب البيان، فإنه سيتم إطلاق مبادرة بعثة الحمض النووي لليونسكو البيئي عبر 25 موقعا من مواقع التراث العالمي البحري. وفي أمانة العاصمة، نظم قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم في مدرسة أروى للبنات المرسم الحر لطلاب المدارس بالتعاون مع مكتب التربية بالأمانة في إطار حملة العودة للمدرسة. وأشار القائمون على الفعالية إلى دور الأنشطة المدرسية في صقل مهارات وإبداعات الطلاب التي لا تقل أهمية عن الجانب التعليمي، مؤكدين أهمية المرسم الحر في صقل مهارة الرسم لدى الطلاب باعتباره متنفسا يتيح لهم التعبير عن مكنوناتهم وما يدور في خلاجات صدورهم في ظل حالة الحرب التي تمر بها البلاد.
وفي محافظة المهرة زار وفد من جامعة المهرة برئاسة الدكتور أنور كلشات جامعة ظفار في صلالة بسلطنة عمان، وتهدف زيارة الوفد لعدد من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة لغرض فتح آفاق التعاون المشترك للجامعة والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات الأكاديمية. وخلال الزيارة تطرق كلشات لنشأة وجامعة المهرة وتاريخ كلياتها وبرامجها، مبديا اهتمام الجامعة بخلق شراكات تعاون مع جامعة ظفار. وفي ماليزيا دشن اتحاد الطلبة ومؤسسة الطالب المتفوق برعاية السفارة اليمنية حملة لدعم مرضى السرطان في ماليزيا، وتهدف الحملة لتقديم يد العون والمساعدة لاثنين من أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا يواجهان مرض السرطان بشجاعة وإصرار وثبات رغم تأثر حياتهما بشتى بسبب قسوة المرض والتي لا تدانيها إلا قسوة الظروف في التي تعاني أو يعاني منها أبناء المهجر. ومن خلال هذه الحملة يوجه القائمون عليها نداء إنسانيا إلى القادرين للمساهمة في دعم المستهدفين. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تقبلوا تحياتي وتحيات معد البرنامج سيف عبد الناصر والطاقم كافة، ونلقاكم في فرصة قادمة في أمان الله.